بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ، به نستعين، عليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. التحية الأجمل هنا من تحفة ميادين السباقات. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير. هذه أجمل تحية هنا في هذا المساء، في انطلاقات يوم جديد من التحدي والإثارة في سن التحدي، سن الإذاع. مشاركاتي أهجني أصحاب السمو الشيوخ والمؤسسات العملاقة الكبرى التي تشارك في انطلاقة هذا الميدان، والتي تضفي على أرضية هذا الميدان التشويق والمتابعة لكل مشاهدينا الأعزاء عبر قنوات دبي ريسنج، المتابعين للتحدي والمتابعين للمنافسة والمتابعين هنا لإثارة منافسات سباقات الهجن العربية الأصيلة التي تدور في هذا المساء. هناك 16 شوطا وستدور على مدار 6 كيلومترات. بسم الله وعلى بركة الله، أعطيت الإشارة لانطلاق أول الأشواط في هذه اللحظات واندفاع الشوط الخاص بالأبكار في هذه المنافسة الأولى التي تدشن انطلاقة هذا المساء. نرحب بكل الحضور الكريم وبكل مشاهدينا الأعزاء، ونسير بالمقدمة، نتابع أول التحديات في هذه اللحظة وفي هذا المسار. الشاهيني تفتتح النداء لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بينما على المركز الثاني المسعودية في المركز الثاني لاسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري هملوله. على المركز الثالث هجن الرئاسة، وهناك علي بن جميل الوهيبي. وعلى المركز الرابع ايضا هناك الشعار الاحمر الخطر يحمل هملوله بقيادة علي بن جميل الوهيبي. الذهبي يصل مع هذه الانطلاقات من خلال المنافسات على ارضية هذا الميدان في اندفاع نوادر لهجن الشحانية التي تثير دائما المنافسة في كل مشاركاتها. فأهلا بالجميع هنا في منافسات سباقات الهجن العربية الأصيلة والتي تتواصل على أرضية هذا الميدان. نتابع هناك المركز السادس، في المركز السادس هنا بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد المكتوم وبقيادة سالم غانم بن سعيد بن سالم في هذه التحديات، بينما على المركز السابع تذهب الشاهينية في هذا الأداء، والشاهينية على المركز الثامن بوجود هجن الشحانية وانطلاق غياث الهلالي، بينما على سابع أو المركز التاسع نعود إلى الشاهينية على المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد المكتوم وبقيادة غانم بن سعيد بن سالم، بينما على المركز العاشر هنا وجود هملولة على عاشر المراكز في هذه التحديات والانطلاقات، وهناك أيضا علي بن يمي الوهيبي. مراكزنا الأولى، تحدياتنا الأولى، انطلاقاتنا التي تحمل هذا المسار وتسير مع هذه التحديات في هذه الانطلاقة الأولى. 6 كيلومترات، والسن هو سن الإذاع، الإبداع والإمتاع في هذا المسار هنا في هذه المشاركات. ما شاء الله وتبارك الله في أسماء التحديات والانطلاقات. نتابع المقدمة، نعود إلى صدارة البداية، نسير هنا من قادة المقدمة ولا تزال أيضا في الصدارة كعادتها في هذه اللحظات. يا الشاهينية هجن العاصفة وغياث الهلالي ما شاء الله يبدأ دائما بالتبكير في التنافس وإدخال روح المنافسة من بداية التحديات. المركز الثاني هملولة على المركز الثاني، وفي المركز الثالث ثنائية الظافر علي بن جمي اللوهيبي مع انطلاقة شعار هجن الرئاسة العملاق. المركز الثالث نوادر 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 نادرة في الأداء والتحديات هنا بشعار العنابي وشعار هجن الشحانية التواجد سالم مفران المري، بينما على المركز الخامس الشاهينية أيضا تدخلت في هذه اللحظة. المركز الخامس هجن العاصفة وغياث الهلالي، وتضهي أيضا الشاهينية في هذا التحدي وصولها في المركز السادس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد
المكتوم، وهناك ايضا غانم بن سعيد بن سالم الذي يقود هذه التحديات. ما شاء الله، صراع الخبره، صراع التحدي، صراع التنافس على المقدمه، وسداسيه تسير في هذا الشوط تحمل كل القوه واندفاعاته. هناك المركز السابع وجود الشاهينيه، هجن العاصفة ايضا في هذه القيادة المميزة والتحدي المميز. نتابع ونستكمل المركز الثامن، وهنا دخول ايضا للشاهينية بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد المكتوم مع انطلاقة غانم بن سعيد بن سالم في هذه اللحظة. المركز التاسع حملوله تنضم هنا لهجن الرئاسة مع وجود علي بن جميل الوهيبي، والشاهينية عاشرا ايضا لهجن الرئاسة بقيادة احمد بن مطر بن مايد الخيلي. مراكزنا الاولى، تحدياتنا الاولى، انطلاقنا ونحن هنا نستدير مع هذه اللحظات الى خط النهاية. نتابع القادم من الامتار، من الانطلاقات، من الكيلومترات، ثلاثية تقود هذا الانطلاق. ما شاء الله، التقدم والتصدر والبداية الاولى لا تزال في قيادة الشاهينية. الهلالي الهلالي، لابد ان يكون الافتتاح مع ناموس هذه الاشواط بعنوان الهلالي والعاصفة وهجنها في التحديات. 2 كيلو الموقع الان من خلال هذا المسار. المركز الثاني هملولة على ثاني المراكز، هجن الرئاسة وعلي بن جميل الوهيبي في انطلاقته وفي تحدياته ومساره، تتدخل على المركز الثالث ايضا هملوله، هجن الرئاسه علي بن جميل الوهيبي، والشاهينيه على المركز الرابع، هجن الرئاسه او هجن العاصفه مع غياث الهلالي في هذه الاسماء. ما شاء الله، التحدي لابد ان يستمر، وهذه الانطلاقه ايضا لتحمل الشاهينيه في هذا المسار بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد المكتوم وبقياده غانم بن سعيد بن سالم. بينما المركز السادس نوادر، هجن الشاحنيه في تقديمها لهجنها في خلال الاستعداد ايضا للختاميات القادمه والظهور بشكل مميز دائما من خلال المشاركات. هجن الشاحنيه والقياده سالم مفاران المري الذهبي الذي يقود تحديات هذا الشعار. وصلنا وقاربنا لوحة الإعلان للمتابعين، للمحبين، للمشاركين في هذه اللحظات المتميزة، وتذكير أيضا المضمرين. 1200 ما تبقى على خط النهاية. شوف الحركة، تابع المتابعة، انتظر ما هو قادم في هذا الشوط وما يحمل أيضا هذا الشوط من تنافس قوي كالعادة. القيادة لا تزال عاصفية عاصفية. هناك المركز الثاني في هذا الانطلاق، وجود هملولي في المركز الثاني مع الرئاسة وهجنها، والظافر لابد أن يظفر أيضا بشوطه في هذه التحديات. المركز الثالث الشاهيني في المركز الثالث، هجن العاصفة، وهناك أيضا غياث الهلالي. بينما الشاهينية على المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد المكتوم، وهناك غانم بن سعيد بن سالم. ما شاء الله، بدأت نوادر تندفع، الشاهينية بدأت بالضغط في هذه اللحظات، ولكن نوادر تتقدم إلى المركز الرابع في هذه اللحظة. هجن شحانية سالم بفران المري، حرك حرك الهلالي، حرك الهلالي، يعرف الموقع الأول في خلال المنافسات والتحديات، يعرف المكان اللي لازم تكون في هذه الهجن. المنافسون قوياء، التحدي كبير، التنافس هنا في هذه الشعارات لابد أن يكون مثيرا دائما لكل متابعي هذه الرياضة العربية الأصيلة. الشاهينية، سلام 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 يا العاصفة، تهانينا والناموس إلى هجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا غياث الهلالي، شاركت فأبدعت وتوصلت إلى قمة المراكز، المركز الأول مع هذه التحديات والانطلاقات. نوادر في المركز الثاني مع هجن الشحانية، المركز الثالث لهجن الرئاسة، المركز الرابع شاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد المكتوم، والمركز الخامس أيضا الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد المكتوم، وهناك أيضا غانم بن سعيد بن سالم. يا سلام يا سلام، 600 متر امتاع امتاع وابداع للمشاركين والقادمين في هذه اللحظات والانطلاقات. ما شاء الله وتبارك الله، هذا هو التوقيت،
تسع دقائق بلا شك بتكون حاضرة على مسار الستة كيلومترات وتسع ثواني وثمانية من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الممتاز هجن العاصمة. تهانينا غياث الهلالي المركز الثاني، كانت نوادر في المركز الثاني. تحية أيضا إلى هجن الشحنية العملاقة في هذا الأداء. تهانينا سالم فران المري تسع 11 ثانية سبعة من الأجزاء من الثانية. الهملولة كانت في المركز أثار. تهانينا والناموس هجن الرئاسة. تهانينا علي بن جميل الوهيبي سبع دقائق أو تسع دقائق، وأيضا نشوف التوقيت 11 ثانية وثمانية من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل